خبر آخر من الأخبار الحقيقة، وأنا أتمنى إن ده عمره ما يبقى خبر ويعدي، والحقيقة إنه ما ينفعش يبقى ده خبر ويعدي. والحقيقة أنا بحيي مجموعة كده، مش عايزة أقول أسماء يعني، لكن يعني أعتقد كل زميل إعلامي أو صحفي هيسمعني دلوقتي هيبقى عارف إن هو معني بهذا الكلام. بحيي كل زميل إعلامي وصحفي أخذ قصة بنتنا وأختنا مريم، الطالبة المصرية مريم مصطفى، التي أغتيلت وقتلت في لندن في إنجلترا، على عاتقه. يعني متابعة الخبر أخده على عاتقه، وفكرة إنه زي ما بقول أتمنى إنه ده ما يبقاش خبر وعدى، خبر ونسيناه، لأنه مش هننساه. مش هننساه لأسباب كتيرة جدا، مش هننساه لأن دي مواطنة مصرية، مش هننساه لانه الطريقه التي ضربت واهينت بها وتم التعامل بها مع موضوعها من المستشفى وفيما بعد، يعني حتى ما بعد ذلك كمان الحقيقه انه ما ينفعش تتنسي. مش هينفع ننساها لانه ما تفعله، وده يمكن الجديد في الموضوع اللي من امبارح بدا الناس تتحدث عنه في هذه القضيه، ما تفعله الشرطة البريطانية الحقيقة مش عليه علامة استفهام، ده نقدر نحط جنبه 1000 علامة استفهام أو علامة تعجب بمعنى صح. فكرة بريطانيا التي يعني لا تترك مناسبة إلا وتتحدث عن حقوق الإنسان، والحقيقة أيام قصة طالب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني كانت من الدول اللي صوتها يعني كان يعلو كثيرا، مطالبا بالوقوف ضد مصر والتحقيق مع مصر والتحقيق مع الداخلية في مصر والتحقيق مع الشعب المصري كله تقريبا، يعني في موضوع من اليوم الأول الحقيقة السلطات المصرية كلها قالت فيه إنه إحنا بالفعل بنحقق في الموضوع ولن نترك هذا الموضوع، وسابوا ما حدث على أرضهم لطالبة مصرية ضربت بوحشية حتى الموت، ما هي فيما بعد ماتت، فهي ضربت بوحشية من الموت من 10 فتيات إنجليزيات، وحاولوا بعد كده عن طريق الميديا، وده كلام قصاد الناس كلها، انه يظهروا انه العشر بنات دول اصل هم افريكانز، اصل هم جايين من اصول مش عارفه افريكان ايه، اصل هم هم العشر بنات انجليز. الحقيقه القصه كلها على بعضها دمها تقيل، ودي مش اول مره نتكلم فيها، احنا كنا من الناس اللي تابعت الموضوع من الاول. الاسبوع الماضي عملنا متابعه فولو اب ليه لما عرفنا انه هي توفت الله يرحمها، والنهارده كمان هنتكلم فيه. الجديد على الصعيد المصري مش على الصعيد البريطاني، ولا خليني اعكس، خليني اقول الصعيد البريطاني عشان ده اللي حصل امبارح. الشرطه البريطانيه امبارح والدتها ووالدها، والد مريم ووالدتها، طلعوا بيان، اكتر من بيان يعني، وتصريحات اكدوا فيها انه الشرطه البريطانيه دلوقتي بتساومهم، عايزين تاخدوا جثمان بنتكم عشان تدفنوه، سواء تدفنوه هنا ولا ترجعوا بيه مصر تدفنوه، قوي قوي مفيش مشكله، بس تنازلوا عن القضيه. أصل الطب الشرعي عندنا علشان يقدر يحدد وياخد وقته بس عشان إيه بعافية شوية، ده بريطانيا، بريطانيا اللي فيها أقوى أجهزة كل حاجة في العالم، استخبارات وطب شرعي ومعامل وكل حاجة في الدنيا. أصل الطب الشرعي عندنا محتاج من 8 ل 12 أسبوع عشان يقدروا يحددوا اللي حصل لمريم ويكتبوا تقرير، فإحنا ما بين 8 ل 12 أسبوع ممكن بعدها نبقى نفرج عن الجثمان، ده لو انتوا اخترتوا انكم تكملوا في القضيه. الحقيقه مساومه، يعني مش كفايه الهم اللي اهلها اللي امها وابوها شافوه باللحظه ما البنت اتكسرت ودغدغت ضرب واتنقلت المستشفى كل حته فيها بتنزف وبين الحياه والموت، مش كفايه ان هي دخلت رعايه مركزه بين الحياه والموت، مش كفايه ان اكتشفوا بعد كده ان المستشفى اهملوا فيها وكان في خطا طبي، وده يعني كل الناس بتتكلم فيه مش حاجه احنا بندعيها، وان هم طلعوها من الانتنسيف كير او من الرعايه المركزه دخلوها غرفه عاديه في الوقت اللي بعد كده اثبتوا انه ما كانش المفروض تطلع من الانتنسيف كير اصلا من الاول، فلما اكتشف فلما روحت البيت تعبت اكتر والحاله حصل لها تدهور فرجعوها تاني دخلوها تاني الرعايه المركزه. مش كفايه ان الشرطه قعدت تماطل تماطل عشان تقبض على اول واحده، مش كفايه ان هم قالوا للشرطه البريطانيه يا جماعه في كاميرات لو سمحتوا فرغوا الكاميرات اللي موجوده في المكان، دي بريطانيا يعني حيث كل حته في الدنيا هناك فيها كاميرا. قعدت تماطل الشرطه وفين وفين قبضوا على بنت واحده اعترفت وبدات تكر باقي البنات. مش كفايه ان البنات اخذوا كلهم اخلاء سبيل
على ذمة القضية، لكن إخلاء سبيل ما اتحبسوش، أصل هم أندر إيج، مش عارفة 18 سنة ولا 19 سنة تقريبا، عند حاجة كده أو 17 سنة حاجة كده. مش كفاية كل ده، لأ كمان كمان تخيلوا الأم والأب بس الوجع اللي هم فيه، كمان بعد كل ده نضيف إليها إن الشرطة البريطانية دلوقتي بتقول لهم حل من الاتنين زي ما قلنا لكم، يا إما تفرجوا عن يا إما قوي قوي عايزين تدفنوا بنتكم، اتفضلوا خدوا الجثمان بتاعها، بس تنازل عن القضية كلها على بعضها، فما يبقى لهمش أي حق بعد كده لا يتكلموا ولا يطلبوا حق البنت ولا أي حاجة خالص. يا إما عايزين بقى القضية وتعرفوا العدالة والكلام ده كله قوي قوي برضو، بس هتستنونا بقى اولموست كده 12 أسبوع تقريبا لغاية ما إن شاء الله ربنا يكرم الطب الشرعي يخلص تقاريره اللي هيكتبها. أي أم وأب في الدنيا ممكن يشوفوا بنتهم اللي توفت بهذه الطريقة الوحشية 12 أسبوع مش عارفين يدفنوها. أي حد في الدنيا ممكن يحس بكده ويشوف كده. الجديد دلوقتي أنه في وفد برلماني، الجديد من ناحيتنا احنا في الصعيد المصري، أنه في وفد برلماني برئاسة النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان غادر القاهرة النهاردة الخميس متوجها إلى بريطانيا عشان يتابع ملف القضية دي. الوفد هيعقد لقاءات مع مسؤولين بريطانيين خلال الزيارة، المفترض أن هي تستغرق 3 أيام لكشف الملابسات والحقائق حول مقتل المواطنة المصرية. ده جديد الحقيقة اللي معانا دلوقتي في الموضوع. ليه تأخر نقل جثمان مريم؟ إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ هل قانوني أصلا الطريقة اللي الشرطة البريطانية بتتعامل معها مع أم وأب مريم ولا لأ؟ دي كلها أعتقد أن هي أسئلة يعني مهمة جدا، أتمنى أنه نجد إجابة عليها. هننتظر ونتابع، وأنا واثقة أن كل زملائنا في الإعلام على مدار الأسبوع إن شاء الله الانتخابات الحقيقة مش هتلهينا عن متابعة قضايا مهمة تتعلق بالمواطن المصري. دي قضية مهمة جدا، وأكيد إن شاء الله هنتابع إيه اللي هيحصل في اللقاءات اللي هيعقدها البرلمان المصري مع والد ووالدة مريم، الله يرحمها يا رب ويحسن إليها.